طلابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا حتكون اليوم تكملة لـ Introduction of Physiology. Energy Production، نأخذ الـ Energy Transfer، الطاقة اللي موجودة بالجسم. أول شيء تكون هي مخزونة في مركبات عضوية، تحديدا بالأواصر بين بعض الأتومز يجوا the phosphate bond. هذه الأورجانيك مولكيولز مثل الـ ATP والكوينزيم A وأيضا الـ GTP، هذا هو الستركتشر للـ ATP، هذا الأدينين وهذا الرايبوز وهذا هو الفوسفيت، إذن هو أدينوسين تراي فوسفيت، وأيضا هذا هو ستركتشر للأستيل كوينزيم A. ونشوف هنا موجود الفوسفيت بوند، هذا الفوسفيت ممكن يصير بها هيدروليسيس وتنطينا الانرجي. حقيقة الانرجي from 1 مول of استايل كوينزيم A equivalent to 1 مول of ATP. Large amount of energy are liberated or released when the bond link the phosphorus is hydrolyzed. هذا high energy bond لما يصير بها هيدروليسيس راح تنطينا الانرجي، طبعا هذا يتحول لأدينوسين دايفوسفيت زائدا فوسفورس. فيرست هيدروليسيس راح ينطينا أدينوسين دايفوسفيت، والسكند هيدروليسيس للاي دي بي حينطينا أدينوسين مونوفوسفيت بلس، طبعا دائما اكو فوسفورس. ناتي الان الى البيولوجيكال اوكسيديشن. هناك امثله على البيولوجيكال اوكسيديشن. loss of hydrogen هو عملية أكسدة نسميها dehydrogenation، وهي common form of biological oxidation. لاحظ هنا لما تنفصل هالهيدروجينز يتحول إلى double bond مثل السكسينيت تحول إلى fumarate، هذا دائما موجود بالميتوكوندريا. والcombination of a substance with oxygen هو أيضا نوع من الoxidation، طبعا هذا catalyzed by oxidases. والloss of electron أيضا هو نوع من الأكسديشن. البيولوجيكال أكسديشن and reductions require، دائما إذا الجسم يريد يسوي أكسديشن أو يسوي reduction دائما يحتاج إلى specific enzyme ويحتاج إلى coenzyme أو يسمى cofactor اللي هو راح يستلم هالهيدروجينز أو يستلم هالإلكترون اللي راح تم بعملية الأكسديشن، نسمي هذا هو الكارير. أمثلة على الكاريرز اللي موجودة هو الناد والناد بي والفاد، راح نجي على تسمياتهم. إذن هذا هو المادة اللي راح يصير بها أكسدة، هذا هو الإلكترون أكسبتر، هاي عملية أكسيديشن نقل الإلكترونات من الإلكترون دونر إلى الأكسبتر. على مود تستمر عملية الأكسيديشن هذه نحتاج إلى كارير يأخذ هالإلكترونات، يأخذ هالإلكترونات أو الهيدروجينز من الأكسبتر على مود يتحرر الأكسبتر ويأخذ مرة أخرى تكمل عملية الأكسيديشن. بلا هالكارير راح يتعطل الإنزيم وتعطل عملية الأكسيديشن في الجسم. هناك أمثلة على بعض حالات التسمم اللي تصير نتيجة لتعطيل الكوإنزيم أو الكوفاكتر مثل السينايد بويزنينج. In biological oxidation عندنا الناد اللي يسموه نيكوتينامايد أدينين داينيوكليوتايد and ناد بي pick up hydrogen راح يستلموا الهيدروجينات من السبستريت طبعا بفعل الإنزيم and converted to NADH and NADPH، هذا يسموه reduced form. أما هذا اللي يحمل إشارة موجبة هنا أيضا إشارة موجبة ناسيها، إذن هذا يسمى oxidized form. لاحظ هذا هو الناد تركيبة مالته هو أيضا نيكوتينامايد أدينين داي نوكليوتايد، هذا نوكليوتايد وهذا نوكليوتايد لأنه مربوطات برايبوز وفوسفيت، هذا تعتبر نوكليوتايد وهذا تعتبر نوكليوتايد، فإذا اسمه نيكوتينامايد أدينين داي نوكليوتايد. هذا أكسيدايز فورم، لاحظ النيتروجين هنا لما يصير بعملية يتم يشارك بعملية الأكسدة حياخذ الهيدروجين حيتحول أو الإلكترونز يتحول إلى هذا الأكسيدايز فورم. أيضا الحكي بالنسبة للناد بي، ناد بي، وايضا هذا هو الفاد اللي هو فلافين ادينين داينوكليوتايد، هذا هو فلافين، هذا هو شوغر، هذا هو فوسفيت، فاذا هذا الجزء كله هو نيوكليوتايد وهذا هو النيتروجين بيز
والشجر والفوسفيت هذا ايضا نوكليوتايد، فهو فلافين ادينين داينوكليوتايد، ويتحول ايضا لاحظ لما ياخذ الهيدروجين على هذه النيتروجين هنا وهنا راح يتحول الى اوكسيدايز فورم. ذول الكوفاكتور يشاركون في عمليه البيولوجيكال اوكسيديشن. الستركتشرات طلابي للتوضيح فقط، ما مطلوبه نهائيا، هاي ان شاء الله تاخذوها بالبايوكيمستري. في الميتوكوندريا ماذا يحدث؟ الفلافا بروتين هناك ريسبيراتوري تشين، هناك ريسبيراتوري تشين، عمليه الاكسده اللي تتم للجلوكوز او للامينو اسيد وغيرها بالميتوكوندريا، هذه جنريت هيدروجينز او جنريت الكترونز. هذه الالكترونات راح تنتقل من كارير الى اخر. عندنا في النهايه فلافا بروتين سايتوكروم سيستم، هذا هو السيتوكروم سيستم وهذا هو الفلافا بروتين، هذا هو فلافا بروتين. فاذا حتنتقل الالكترونات من الفلافا بروتين الى السيتوكروم سي، على مود تنتهي عمليه الالكترون ترانسفير راح ترتبط الالكترونات او الهيدروجينات مع الاكسجين ويكونون ووتر بفعل يا انزيم سيتوكروم سي اوكسيديز، سيتوكروم سي اوكسيديز. Each enzyme in the chain is reduced and then reoxidized. إذا يستلم الهيدروجين سميناه صار reduced form، من ينطي الهيدروجين مالته على مود يرجع إلى وضع المؤكسد نسميه reoxidized form، والهيدروجين pass down the line. cytochrome C oxidase شن تركيبته؟ هذا يحتوي على iron ويحتوي على copper ويحتوي على amino acid. فإذا عملية generation of ATP راح تكون coupled بين الoxidation لأي سبستانس والفوسفوريليشن. ما هي شنو هالعمليتين؟ الأولى الأوكسيديشن لسبستريت، قد تكون البايروفيت، قد تكون أمينو أسيد، سوانا أوكسيديشن وسوانا بروتون جريدينت اللي راح ينضخ من الماتريكس إلى خارج الميتوكوندريا، وهذا البروتون جريدينت راح يكون كافي لتشغيل الـ ATP سينثيز اللي راح يسوينا عملية فوسفوريليشن. فقط راح يضيف الفوسفيت الى الفوسفورس، سوري، ضيفها الى الاي دي بي ويشكل لي الاي تي بي. اذا هي العمليه كبل بين ما حدث بالاوكسيديشن وعمليه الفوسفوريليشن وانتاج الاي تي بي. 90% من الاكسجين اللي يستهلكه الجسم هو بالميتوكوندريا، و80% من الاكسجين مال الميتوكوندريا هو كبل تو اي تي بي سينثيسيس. طيب وين نحتاج الـ ATP بالجسم؟ نحتاجه في البروتين سينثيسيز، في عملية البروتين سينثيسيز يعني من الأمينو أسيد راح نشكل بيبتايد وبولي بيبتايد وبروتين، هذا نستهلك 27%. بضبط كهربائية الخلية بالصوديوم بوتاسيوم ATPase اللي يحافظ على التوازن الأيوني داخل الخلية وخارجها 24%. ونحتاجه في تكوين جلوكوز في حالات الستارفيشن وحالات الـ فاستنج او حتى في حالات بعض الديزيز يسموها جلوكونيو جينيسيس، هذا اللي يتم بالميتوكوندريا نحتاج 9%. وايضا نحتاج نضبط توازن الكالسيوم، يعني ما نخلي الكالسيوم داخل الخليه بتركيز عالي متى ما حدث عمليه الكونتراكشن، فبعدها لازم يخرج الكالسيوم والا يكون توكسيك. هاي العمليه تاخذ من عندنا 6% من الانرجي. وايضا عمليه الكونتراكشن اللي هو سلايدنج بين المايوسين والاكتين فيلمنت اللي راح ان شاء الله ناخذها بالمصل سكلتال المصل، هذه تحتاج 5% من الطاقه. وعمليه تكوين اليوريا والتخلص من النيتروجينوس برودكتس بالليفر هذه تاخذ 3% اللي نسميها يوريا جينيسيس. ايضا طلاب هذه الستركتشرات والصور غير مطلوبه، فقط ان تفهم ما هي اهميه الاي تي بي وتفهم ما معنى مايوسين اي تي بيز واليوريا جينيسيس. اذا الواحد يتبادر الى ذهنه السؤال، ماذا يحدث لو قل انتاج الطاقه او قل المخزون من الاي تي بي؟ هناك اذا حيحدث سيريس اوت كمز، من عندها راح يصير قله في عمل الكالسيوم اي تي بيز، حيدخل الكالسيوم الى داخل الخليه والكالسيوم حيحرك البروتيازز اللي هي هاضمات البروتين، وبالتالي يؤدي الى ممبرين ديستراكشن وايضا يؤثر بالميتوكوندريال انتجريتي.
فحتخرج الإنزيمات أيضا الموجودة وتأكسد الخلية ومحتوياتها ويصير cell death. طبعا هذا cell death ينعكس على عمل الأنسجة بشكل كبير، يعطينا symptoms مثل الإعياء، مثل النحول، مثل القلة بالنيرف impulse conduction أو حالات من الإبيلبسي وغيرها. نأتي إلى على المولكولار building blocks اللي هي النوكليوتايد أو النوكليوسايدز، نوكليوتايدز ونيوكليك أسيد. أخذنا أمثلة قبل شوية على مركبات قلنا بها أدينين أو جوانوسين. ما هي الأدينين؟ ما هي الجوانوسين؟ وليش سميناها نيوكليوتايد؟ فإذا عندنا نوعين من القواعد النيتروجينية، تركيبتها أنه تحتوي على نيتروجين، هذا نسميها البيورينز ذات الحلقات الثنائية، والبيريميدين هي ذات الحلقة الأحادية. هذه المركبات قد تكون يعني موجودة في كثير من الستركتشرز، مثال عليها الناد اللي هو نيكوتين أدينين داينوكليوتايد، والدايفوسفيت والفاد اللي هو الفلافين أدينين داينوكليوتايد، والكوإنزيم أي مثل ما شفنا الاي تي بي، الجوانوسين ترايفوسفيت جي تي بي، وأيضا موجودة بين النوكليك أسيدز مثل الار ان اي والدي ان اي. إذا هذه القواعد النيتروجينية ما راح تكون موجودة بشكل حر بالجسم، يجب أن تكون مرتبطة بشجر، فإذا ارتبطت بالشجر أسميها نيوكليوسايد. أيضا هذه ما تكون حرة بهالشكل لأن راح تكون انسوليبل نوعا ما بالبادي فلويدز، فلازم ترتبط بفوسفيت جروب اللي سهل بعملية ارتباط النيوكليوسايدز مع بعض، فنسميها بهالحالة نيوكليوتايد. إذا النيوكليوتايد هي عبارة عن نيتروجين بيز وشجر وفوسفيت جروب. أمثلة على القواعد النيتروجينية أو النيوكليوتايد، خلينا نقول هاي النيوكليوتايد هو الجوانين، هذا هو الجوانين، إذا هذا هو النيتروجين بيز هذا الأصفر، والأزرق هو الشجر، وهذا هو الفوسفيت الثلاث طوبات ذني أو الكرات هي الفوسفيت، إذا هذا النيوكليوتايد، وهذا هو الأدينين فقط في الأورينتيشن أوف النيتروجين وظهور الأكسجين. إذا هذا الشجر دائما هنا يكون خماسي الرايبوز، أما يكون منقوص الأكسجين أو يكون المؤكسج حسب نوع النيوكليك أسيد. وهذا عندنا الثايمين، هذا هو الثايمين، لاحظ هذه حلقة أحادية وأيضا شجر رايبوز و 3 فوسفيت جروبس. والسيتوسين اللي هو ايضا فرق لاحظ الاورينتيشن مال الجروبس واضافه الكربوكسيليك او الكيتون اوكسجين. اذا هذه هي البيراميدينز ذات الحلقه الواحده، وهذه هي البيورينز ذات الحلقتين. منين تصنع هذه البيورينز والبيراميدين؟ هاي النيتروجين بيز تصنع بالليبر وتستخدم بالخليه من قبل الخليه لانتاج هذه المولكيولز. الار ان اي is continuously produced maybe each second for the purpose of protein synthesis. الRNA واحد نيوكليك اللي يصنع باستمرار بسبب حاجة الخلية إلى دائما عملية استنساخ للدي إن إيه، فنحتاج دائما تكوين، إذا نحتاج دائما توفر هالبيورينز والبيريميدينز، بينما الدي إن إيه متى ما تكون راح يبقى ثابت طول الحياة، يتكون شريط آخر أو complementary ستريب متى ما احتاجين الى السيال ديفيجن. طيب ما هو مصير النيوكليوتايد بالجسم؟ النيوكليوتايد اذا ميتابولايز تو نيوكليوسايد وبعدين الى نيتروجين بيز. ما هو مصير النيتروجين بيز؟ النيتروجين بيز مثل البيورينز يتحول الى زانثين وبالنهايه الى يوريك اسيد، هذا هو باث واي احتمال تاخذوه بالبايوكيمستري في صف ثالث، لكن على ما تفهم ما معنى الميتابوليزم راح تعاني كثير من الخطوات الى ان تحول الى زانثين ومن ثم الى يوريك اسيد. يوريك اسيد طلاب ماده سامه، اذا بقت بالجسم ممكن تترسب بشكل كريستال او نيدلز وتسبب لنا مشاكل بالجوينت بين وانفلاميشن. هذا فيما يخص البيورينز. البيريميدينز اللي هي البيراميدينز اللي هي ذات الحلقة الواحدة سلها ميتابوليزم إلى بيتا أمينو أسيدز
بيتا امينو اسيد مثلا بيتا الانين وبيوتريت امينو انوسين بيوتريت وبالتالي يصير بها اوكسيديشن فاينلي انتو سي او 2 اند امونيا سي او 2 اند امونيا والامونيا طبعا هذا غاز ياخذ الليفر ويحوله الى يوريا. خلي بالك انه اليوريك اسيد الكدني تتخلص منه بعمليه الاكسكريشن. انكرر طلاب هالمخططات هذه ما مطلوبه منكم، لكن ان تفهم ما معنى البيتا اوكسيديشن وتتخيل انه كثير من الخطوات مر على هالبيراميدينز او البيورينز الناتروجين بيز. واحنا يهمنا النهايه اللي هي هنا بالبيراميدينز تكون نون توكسيك بيتا امينو اسيد اللي ممكن الجسم يستهلكها ويستخدمها، بينما اليوريك اسيد يصير له اكسكريشن اوت اوف ذا بودي. على هالاساس راح نسال سؤال: Why patient with leukemia have to take uric acid excreting agents like allopurinol اللي يسموه الزايلوريك التجاري along with their chemotherapeutic treatment؟ على سبيل المثال شخص بليوكيميا اخذ ميركابتوبيورين، اثناء الجرعه الطبيب راح يصرف ويا allopurinol هذا بروتوكول علاجي، واحد من عندهم استخدام الالوبيرينول. السبب ليش بدنا نستخدم هال يوريكوز يوريك ايجنت او اليوريك اسيد اكسكريتنج ايجنت خلال هالفتره؟ ماذا تعمل هالادويه الانتي كانسر ميركابتوبيورين حتى نستخدم معها الالوبيرينول؟ ناتي الان الى الدي ان اي. الدي ان اي معروف الستركشر مالته، خلينا نشوف اول مره وين موجود. موجود بالبروكاريوتس بالحاديات الخليه، موجود باليوكاريوتيك سيلز اللي هي خلايا الانسان والحيوان، وموجود ايضا بالميتوكوندريا اللي يكون بشكل سيركولار. شكل الدي ان اي بالانسان خلينا نحكي او الجنرال هو دبل هيليكال ستركشر. دبل يعني تو تشين، هيليكال يعني ملتوي تويستد ستركشر، يحتوي على القواعد النيتروجينيه الادينين وجوانين وثايمين وسيتوسين، وتكون مربوطه هل قواعد النيتروجيه ان وان ستريب او وان ستريب اوف ذا دي ان اي، ويا الجهه الاخرى المقابله الكومبلمنتري سايت مالتها تكون مربوطه بهيدروجين بوند، بحيث انه الادينين مرتبط مع الثايمين ان دبل بوند والجوانين مع السيتوسين ان تربل بوند. وايضا نسال سؤال: which combination A to T or G to C is more stable to heat؟ اذا سخنا الخليه او الدي ان اي الى درجه حراره معينه ايهما يكون ستيبل وايهما يتكسر اسرع؟ خلي بالنا دائما بكل ستريب اوف دي ان اي هناك تو سايتس، واحد يسمونه 5 برايم اند والثاني 3 برايم اند، بحيث يرتبط بجهه معاكسه بحيث ال 5 برايم اند تقابل 3 برايم اند وال 3 برايم اند تقابل 5 برايم اند بالدي ان اي. ايضا نكرر انه هذه الصور ما مطلوبه، بحيث بس اريدك شنو اعطيتك فكره شنو هي البروكاريوت تتذكرها واليوكاريوتيك سيل وشكل الدي ان اي، وايضا الاتصال ما بين تتخيل الاتصال ما بين القواعد النيتروجينيه ب تو ستريبس اوف دي ان اي. The double helical structure of DNA is compacted in the cell by association with histone. الهيستون هو بروتين، فيجي يلف حول ال DNA على مود ياخذ مساحه سطحيه اقل و compacted into the nucleus. وبالاخير طبعا احنا شريط الدي ان اي يلتف اول مره كومباكت يسموه كروماتين، والكروماتين بعدين كومباكتد انتو كروموسوم. هذا هو شكل اخر لو فتحنا الكروموسوم حيتكون اول شيء عندنا الكروماتين، وبعدين حنشوف اللف مع الهيستون، وهذه هي وحده من الهيستون لو نكبرها شوفها هي عبارة عن globular proteins وملفوف حول ال DNA. هذا كله compacted بهالشكل into chromosome. ما هو الفرق طبعا بين الخلايا
الهابلويد سيلز والديبلويد سيلز. الهابلويد سيلز اللي مقصود بها الخلايا، طبعا احنا عندنا 46 كروموسوم بالخلايا الجسمية، وعندنا 23 كروموسوم بالخلايا الجرثومية. الخلايا الجرثومية اللي يسموها الهابلويد سيلز، اللي هي عندها 1 سيت اوف كروموسوم، وبالهيومن يعني 23 كروموسوم. وين موجودة؟ بالجيميتس، الامشاج اللي هي السبيرم اند اوفا، ويسموها هابلويد. بينما الخلايا اللي موجود بها 46 كروموسوم، وهي كل الخلايا الجسميه عدا الجيميتوسايتس، دولي يسموها الديبلويد سيلز.